صوت النجف ينصر البحرين، صوت النجف ينصر البحرين. هلا بولاد علي ما شاء الله، مرحبا بمواكب النجف، مرحبا بموكب النجف، مرحبا بأولاد علي، مرحبا بالثوار، مرحبا بالناصرين، مرحبا بأصحاب المبادئ، مرحبا بخدام الحسين المخلصين، أصحاب المواقف. بلد حيدر أبو الحسن، صوت النجف ينصر البحرين، معروف صوت النجف للنصر للحق هتف، معروف هلا هلا صوت النجف ينصر البحرين، صوت النجف. يا اهل الوهابية المجرمين راية علي تهزم الطاغين، يا اهل الوهابية راية علي تهزم الطاغين، صوت المنام ارتفع والنجف الهم فزع، صوت صوت النجف احكي احكي صوت النجف ايه من بلد حيدر ابو الحسنين، صوت النجف بيدك بيدك ايه من بلد حيدر بيدك، صوت النجف ينصر البحرين، معروف صوت النجف للنصر للحق هد معروف، قدم قدم صوت النجف. هلا بولاد علي صوت النجف. يا اهل الوهابية المجرمين راية علي تهزم الطاغ، يا اهل الوهابية راية علي صوت المنام ارتفع والنجف الهم فزع، صوت والنجف الهم صوت النجف صوت النجف ينصر من بلد حيدر، من بلد حيدر ابو الحسنين صوت النجف. هلا بولاد علي من بلد معروف صوت النجف للنصر لل صوت النجف صوت النجف يا اهل الوهابية المجرمين راية علي وينهم اولاد علي، راية علي تهزم الطاغين، صوت المنام ارتفع والنجف الهم صوت النجف ينصر البحرين، صوت النجف. اسمع 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 صوت واحد، هيهات من الذلة، هيهات من الذلة، مرحبا بكم يا ابناء علي، يا اصحاب المواكب، يا خدام الحسين. اللهم انصر من نصر الاسلام واخذل اعداء الدين والمنافقين، مرحبا بكم. استريحوا بارك الله بكم، استريحوا 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 على مكانك، استريحوا يا اصحاب، استريحوا استريحوا بارك الله بكم حتى نكمل هذا المهرجان الكبير. ومن هذه الارض المقدسة وفي رحاب اسد الله الغالب علي ابن ابي طالب، صلوات حيدرية لنصرة البحرين باعلى الاصوات. استريحوا بارك الله بكم. لهذه المسيرة الحسينية
ولأصحاب المواكب وأصحاب المواقف خدام الحسين النجف الأشرف كلمات يريدون أن يسمعوها للعالم، فليتفضل بإلقائها الشاعر الأستاذ محمد علي الزهيري لنرى ماذا يريد هذا التجمع وما هي مطالبهم، فلنستقبله بصلوات عاليات. قبل أن نبدأ بمطالب خدام الحسين، خدام الحسين يطلبون ثلاث تكبيرات: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. باسم خدمة الحسين عليه السلام في مدينة النجف الأشرف وباسم المواكب الحسينية، فإننا نستنكر ونجب بشدة، وأرواحنا مهيئة للفداء لنصرة أهالينا في دولة البحرين، ونطالب من جميع المحافظات العراقية ومن المواكب الحسينية في جميع المحافظات أن تخرج صوتا واحدا لكي يعلو صوت الحق بنصرة أهالينا في دولة البحرين. كما نطالب الحكومة العراقية والمؤسسات والأحزاب الإسلامية بوقفة واضحة ومعلنة، وجميع الفضائيات الملتزمة بأن يوجهوا كل صوتهم وكل جهودهم لنصرة أهالينا في البحرين. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكرر مرة أخرى باسم هذا الجمع الكبير، باسم سادتي العلماء، باسم آبائي، باسم جميع المسؤولين، أرحب بمواكب النجف الأشرف، أصحاب المواقف الشريفة وأصحاب المواقف الطيبة، فهنيئا لخدام الحسين في النجف الأشرف، وأرحب بهم باسمكم جميعا بصلوات بأعلى أعلى الأصوات.